بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، الرئيس السيسي يجدد العهد على الاستمرار في العمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمصريين. الرئيس يتفقد المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. الأخبار بالتفصيل، أهلا بكم. في الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو المجيدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تلك الذكرى الخالدة في وجدان وتاريخ شعب مصر العظيم مكنت مصر من استعادة هويتها الوطنية، وصوب بها الشعب المصري العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين. كما أكد الرئيس السيسي أن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيما غالية على قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات. وأقول بكل ثقة إن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيما غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات، والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني. ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية، سواء الإرهاب الذي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته، أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي الشعب المصري ومخزونه الحضاري العريق ساهما في دعم جهود الدولة للمضي قدما في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه الحياة، وذلك كخطوة لتغيير واقع الحياة في مصر. وبالتوازي كان علينا أيضا مواجهة التحدي الآخر والأكبر الذي تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها، والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر. وقد ساهم وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري العريق في دعم جهود الدولة للمضي قدما نحو المسار الذي اخترناه معا، من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا، وذلك كخطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة في مصر لما نرضاه ونفخر به، ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك في كلمته بمناسبة ذكرى 30 من يونيو أن الجميع يسابق الزمن من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري التي طال انتظارها عبر إطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات. واليوم
وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أؤكد لكم أننا نسابق الزمن. من أجل تحقيق تلك التطلعات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بكافة فئاتهم، وعلى امتداد رقعة الدولة. وأؤكد لكم أن مصر قد وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة. هذا وقد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بذكرى ثورة 30 من يونيو، مجددا العهد على الاستمرار في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل للمصريين جميعا. شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والتقدير، تحية من القلب لكل مصري ومصرية على إدراككم العميق ووعيكم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنكم، لتجسدوا المثل والقدوة والنموذج وتثبتوا مجددا مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب الكريم. وأجدد من جانبي العهد معكم على الاستمرار كتفا بكتف ويدا بيد في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل لكم ولأبنائكم، مستلهمين في ذلك روح ثورة 30 يونيو المجيدة. كل عام وأنتم بخير، ومصر في تقدم وأمان واستقرار. وأخيرا ودائما، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أيها السادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. دكتور سمير، بعد التحية، في الذكرى 30 من يونيو، ما هي أبرز المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري على أرض الواقع؟ الدولة المصرية دولة كانت مختطفة من فصيل كان يرغب في تغيير الهوية المصرية، لأن تعود مصر دولة وطنية مركزية كما عهدناها وكما يريد أبنائها. ده المكتسب الأول. ما بعد ذلك طبعا الأمن، ما تحقق في مكافحة الإرهاب، ما تحقق في معركة الوعي، ما تحقق في معركة بناء اقتصاد حقيقي، اقتصاد يوفر حياة كريمة. عندنا دلوقتي مشروع حياة كريمة، الدولة شغالة في كافة الاتجاهات، سواء الإسكان عالي التكلفة أو منخفض التكلفة، أو حتى العشوائيات اللي هي بيتم نقل المواطنين مجانا إلى مساكن جديدة على درجة عالية بكاملة الخدمات. عندنا بنية تحتية تمت غير مسبوقة، الكهرباء، يعني الناس بتعاني من قطاع الكهرباء. الآن مصر من أكثر دول العالم لديها فائض من الطاقة وفائض من الكهرباء. تمام. مصر استردت وضعها الإقليمي الدولي وأفضل من مكانه، فكل دي مكتسبات. طيب دكتور سمير، يعني الرئيس السيسي أيضا جدد العهد على استمرار العمل من أجل مستقبل أفضل للمصريين، يعني برأيك كيف يمكن البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية؟ الاقتصاد بيعتمد على مدى توفر الطاقة والبنية الأساسية. مصر أصبحت من أكثر دول العالم جاذبة للاستثمارات. استثمارات تعني فرص عمل، تعني عملة صعبة بتكون موجودة عندك، تعني زيادة ثقة في اقتصادك. اللي اتعمل في مصر من استقرار أمني، من استقرار اقتصادي، من إصلاح تشريعي، من إصلاح إداري، كل ده اللي هيجيب الاقتصاد. الاقتصاد هيجيب الفلوس، الدولار ثابت قدام الجنيه،
مع تحسن الاقتصاد يبتدي ينزل الدولار قدام الجنيه، تصحى الصبح تلاقي السلع نزلت، تصحى الصبح تلاقي مرتبك لما تحوله للدولار بقت قيمته اعلى. فبالتالي كل ده نتيجة في خلال الفترة اللي فاتت، من فترة تولي 7 سنين تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل الحقيقة البنية التحتية ليس للدولة فقط لكن للأمن وللاقتصاد وللمجتمع وللإنسان المصري القادم. هيكون كل للإنسان المصري المواطن اللي يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي هيبتدي يجني ثمارها يعني في خلال الفترة القادمة، وهتبتدي الارقام اللي بتتحسن هتزيد. مصر اصبحت لاول مره في التاريخ صاحبه الدخل القومي الاجمالي في افريقيا، اول دوله في افريقيا، كانت عاده بتاتي بعد المركز الثاني يعني من الثالث او الرابع يتقدمها جنوب افريقيا ونيجيريا واحيانا دول اخرى. كل الارقام والمؤسسات الاقتصاديه بتقول ان هناك استقرار ومناخ جاذب للاستثمار، كل ده هينعكس على المواطن وحياته. يعني الرئيس السيسي دائما ما يراهن على وعي المصريين وحكمتهم، يعني كيف ترى تلاحم الشعب المصري مع قيادته من أجل تحقيق هذه الأهداف؟ بالفعل هو يعني مصر نجحت وتخطت الصعاب وواجهت تحديات، عشان هناك أولا قيادة رشيدة وإرادة سياسية لدى القيادة السياسية والدعم الشعبي، الثلاث أضلاع دول هو أساس إنك أنت تقدر تتخطى التحديات. ما ينفعش يعني، وأهم عنصر فيها هو الدعم الشعبي. فطول ما إحنا زي ما قال فخامة الرئيس كتف في كتف وإيد في إيد وبنثق في القيادة السياسية هنحقق إنجازات أكتر. ما تحقق في مصر يعني يعتبر من المعجزات، العالم يراه هكذا. ولو فضلنا على نفس الحالة دي أعتقد مصر هتوصل لآفاق، وكما قال الرئيس وعدنا في بداية توليه ان مصر هتبقى ام الدنيا وقد الدنيا، وقد حدث بالفعل. نعم. احنا تخطينا مراحل كثيرة اصبحت مبهرة للجميع، واصبحت مصر تمثل نموذج كل الدول اللي حوالينا عايزة تاخد النموذج المصري كنموذج محتدم. شكرا جزيلا دكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. وبمناسبة الذكرى 8 لثورة 30 من يونيو، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أن ثورة 30 من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض. ووجه الرئيس السيسي برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنا لرفض التطرف والإرهاب، مؤكدا أنهم في قلوب المصريين. كما توجه الرئيس السيسي بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينا بدولته ومؤسساته الوطنية، وهو ما يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي. كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة ذكرى 8 لثورة 30 من يونيو، وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيدة انتصار السيسي أن المصريين ضربوا المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم. هو حد عمل زيكم؟ هو حد حافظ على بلده زيكم؟ تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. شرف عظيم أن أتولى رئاسة مصر. مصر التاريخ والحضارة العظيمة، مهد الأديان، ومصر الأنبياء، منبع الفنون والآداب والعلوم.
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وأكد الرئيس السيسي رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع. كما أكد الرئيس السيسي أن اليوم يمثل تغييرا حقيقيا في حياة أكثر من نصف سكان مصر، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. اصطفاف لآليات ومعدات لم تشهده مصر من قبل. هذه المعدات أخذت أمرا من القيادة السياسية في صباح ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة لتحقيق أهم مطلب نادى به المصريون منذ عقود، حياة كريمة. اليوم ده هو تغيير آخر، تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة كتير أكتر من نص سكان مصر. احنا بنتكلم على يعني فوق 50-60 مليون أو بين 50-60 مليون إنسان في الريف المصري. فاللي انتوا شايفينه ده أنا بقول لكل المصريين، ده جهد كبير قوي وموارد كبيرة جدا هيتم انفاقها في مدة زمنية بنتمنى زي ما قلت مرة قبل كده انها تنتهي في خلال 3 سنوات. أكثر من 50 مليون مواطن في الريف المصري يفتقدون للحياة الكريمة، أمر وضع على أجندة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، ليعلن اليوم مبادرة رئاسية لتغيير وجه الريف المصري وتوفير حياة كريمة لقاطنيه. احنا عانينا خلال السنين اللي فاتت من النمو الأفقي. الأفقي يعني ايه؟ يعني اللي هو نتعدى بقى على الأراضي الزراعية والحدود، المركز أو القرية اللي في التخطيط العمراني بتاعها مثلا يتم تجاوزه بشكل كبير والبنى. ليه؟ لأن احنا مصرين على ان احنا نعيش في دور واحد زي ما هو، حتى التصميم اللي قدام مني دور واحد. طب لو دورين؟ يبقى المساحة المخصصة لبيت وتشيل أسرة هتشيل أسرتين لو دورين. طب لو ثلاثة؟ يبقى المساحة المخصصة لبيت بيشيل أسرة هيشيل 3 أسر. يبقى فكرة النمو هنا والتعدي والتجاوز على الأراضي الزراعية ما تبقاش موجودة. الحياة الكريمة بمفهومها الشامل وفقا للمبادرة الرئاسية لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية كالمرافق والبنية التحتية وغيرها، بل هي نقلة حضارية تشمل البيئة والإنسان والمسكن. هذا المثلث يشترك في بنائه جميع مؤسسات الدولة، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 1400 قرية وتوابعهم وقرابة 150,000 بيت ريفي. احنا داخلين نعمل برنامج متكامل، سواء كان التعليم او الصحة او الاتصالات او الزراعة. فيعني ناويين بفضل الله سبحانه وتعالى طبقا للتخطيط المعمول ان احنا فعلا يعني ندخل الريف في ال 52 مركز دول، ويكون النتيجة بتاعتهم نتيجة تفرحنا وتسعدنا كلنا. واستمع الرئيس لشرح من وزيرة الصحة حول استعدادات القطاع الصحي للمشاركة في مبادرة حياة كريمة. هنعمل 24 مستشفى مركزي، وزي ما سيادتك وجهتنا ان المستشفى المركزي مش بس عمليات ورعايات مركزة وكل التدخلات الأشعة والمعامل والتدخلات الصحية المرتفعة، إلا إن كمان هيبقى فيها مركز تجميع بلازما له يعني مفتوح بشكل معين في جهة أخرى، وطبعا بتتعمل على مساحة 20,000 متر مربع. الجديد إن احنا هنضيف في المستشفيات
عربيات. احنا عملنا اسناد لشراء 20 عربية اشعة مقطعية. وفي جولة لمعرض الشركات الوطنية المشاركة بمنتجاتها في مبادرة حياة كريمة، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة آليات توفير مستلزمات المبادرة وفرص تحسين المنتج المحلي. سيادتك احنا صممنا 3 نماذج لمجمعات صناعية هيتم انشائها في القرى الام 317 قرية ام. عملنا سيادتك 3 نماذج، وفي نموذج عبارة عن دور واحد حضرتك، عبارة عن 20 ورشة، وطبعا معاه حرصنا ان كل المجمعات يكون معاها معارض علشان لعرض المنتجات. عملنا اكتر من نموذج زي ما سيادتك، ده النموذج الاول، ده المساحة بتتراوح من 29 ل 41 متر مساحة الورشة، وعملنا دور واحد والباقي النماذج عاملين حركة دورين. دور واحد ده انا عاملاه وفقا للاحتياجات اللي هي ممكن القرية الام تخدم عدد القرى، ووفقا لعدد اللي هيتقدموا للحصول عليهم عشان اقدر اوفر لهم. مثلما كانت ثورة 30 من يونيو انتصارا لكرامة الوطن والمواطن، لم تجد القيادة السياسية أعظم من هذا التاريخ لإطلاق المشروع القومي العملاق حياة كريمة، مشروع يغير وجه مصر بما يليق بانطلاق الجمهورية الجديدة. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. وخلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل. العلاج اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو يصل ل 3 مليون دولار. استغاثة من أم أو من أسرة عندها طفلة أو طفلة كده، فإحنا صحيح الرقم كبير قوي علينا، يعني مش كتير من دول العالم تقدر تتصدى لعلاجه يعني، بس إحنا جرينا جارية وقلنا يا رب يعني ساعدنا في إن إحنا نحل المسألة ديت للأسر ديت. يعني أم بتشوف والدها يعني بيروح منها يعني. فالمهم الولاد اللي هم ممكن يتم علاجهم، وانا بقول كلام واضح ودقيق عشان ما انا يعني ما حدش يأول الكلام اكتر من كده. احنا بنقول ان اول العلاج الافضل اللي هو اقل من 6 شهور ولغاية سنة، لغاية سنتين يعني، من سنة وسنتين. مش عايز اخش في الموضوع ده، انا مش فني فيه قوي، لكن بتبقى الامور اصعب بعد كده، اصعب كتير. فاحنا بنتكلم على اللي هم اللي هم الاطفال. اولا اللي احنا عايزين نشوف امكانية ان احنا نختبر ونفحص ما بعد الولادة، زي ما عملنا كده في موضوع السمع والقوقعة والكلام ده، لأنه كل ما يكون مبكر كل ما يكون الفرصة للحصول على أفضل نتيجة المرض ده أحسن. وبرضو للضمور العضلي نفس الكلام. كما أكد الرئيس السيسي كذلك أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وأصبح حقيقة، حيث سيتم خلال 1.5 عام افتتاح أول مصنع متكامل لهذا المشروع المهم، والذي سيكون له آثار طبية جيدة على المجتمع والدولة المصرية. حلمت بموضوع مشتقات الألبومين زي ما بيسموها، أو مشتقات البلازما، وأنا وزير للدفاع. تصوروا الحلم ده بدأ وانا وزير الدفاع ولم يتحقق طوال 7 سنين أو 8 سنين، لكن ما يعني ما يئسناش وفضلنا نجري ونصر على ان احنا نعمل ده ونتحرك فيه، وربنا سبحانه وتعالى افاض علينا. واخيرا يمكن خلال 1.5 سنة مش كده يا دكتورة هلا، ولا 1.5 سنة بنفتتح اول مصنع متكامل لهذا الموضوع. الموضوع ده موضوع مهم، وموضوع مهم انه يصل لكم بشكل جيد. وانا اللي بقول بشكل جيد ليه؟ لان انا دايما في كل كلام بنقوله يا اما في ناس بتتعرض للكلام ده بشكل غير يعني من غير ما تكون عارفه،
وده حسن النية وبنقول لا بأس، أو بسوء نية والهدف منه الإساءة والتشويه والتشكيك اللي احنا متعودين عليه. هذا الموضوع صدقوني هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا جدا اللي احنا لو ربنا سبحانه وتعالى فهمناها صح وعملت صح، احنا هيبقى في فرصة كبيرة جدا، مش على قد مصر، مش على قد مصر. الموضوع ده موضوع زي ما الدكتورة هالة قالت كده، ده موضوع كتير من الدول ما قدرتش انها تدخله. ثورة 30 يونيو من عام 2013 ثورة شعب صححت مسار الدولة المصرية، ثورة مكنت الشباب وأعادت الروح والكرامة داخل مصر وأمام العالم بعد معاناة مريرة في ظل حكم جماعة الإرهاب التي سعت بكل قوة لطمس الهوية. لم يكن يوما عاديا، بل يوم بدت في إشراقته ملامح مستقبل جديد للمصريين، يوم بدت فيه جموع الشعب المصري وهي تسطر بأجسادها تاريخا جديدا للانتصار، وكأنها أحرف لعبارة تقول المجد للمصريين، النصر للإرادة القوية. نعم، هب المصريون من كل حدب وصوب يؤكدون انتصارهم لهوية الوطن ورفضهم لمن يحاول تغييرها أو المساس بها. إنه يوم 30 يونيو لعام 2013. تدفق المصريون فرادى وجماعات وملايين إلى ميادين مصر كافة، حاملين الأعلام فوق الرؤوس والأبناء في الأيادي وعلى الأكتاف ومصر في القلوب، مشهد تقشعر له الأبدان وتؤكد عظمة هذا الشعب وأن جينه الحضاري يغير ولا يتغير، يؤثر ولا يتأثر، ويرفض أن تحكمه جماعة لا تدين بالولاء لتراب هذا الوطن ولا تنتمي لحضارة هذا البلد العريق. على الهتاف والتهبت الحناجر وارتفعت أصوات الأيادي وهي تهدر باسم مصر وجيشها الباسل الذي أقسم أن يصون ويحمي أمن هذا الشعب العظيم وأن يروي بدمائه ثورة أبناء وطنه لتطرح ثمار الحرية والأمن والاستقرار. 30 يونيو تاريخ سيظل محفورا في وجدان المصريين كعلامة فارقة ورمز لبطولة شعب وجسارة وطن أبى إلا أن يكون وطنا لكل المصريين. أحمد وجيه، التلفزيون المصري. وبحلول الذكرى 30 يونيو، تلك الثورة الخلاقة التي انعكست بشكل إيجابي على القطاعات كافة بتوفير خدمات للمواطنين، ومنها القطاع الصحي الذي شهد طفرة نوعية في الخدمات العلاجية والتشخيصية التي تقدم على مدار الساعة للمواطن المصري أينما كان. تحل الذكرى 8 لثورة يونيو لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقا لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بالرقب العالمي ولتحمل تلك الذكرى مع أمالا جديدة لكافة المصريين وطموحات وأفاقا واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات لواقع ملموس يشعر به كل المواطنين ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لدفع مستوى معيشتهم، وعلى رأس تلك الأولويات صحة المواطن المصري. فتم إجراء قانون التأمين الصحي الشامل الجديد لتغطي مظلته جميع المصريين، والذي يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية التي تقوم فلسفته على خضوع جميع المواطنين للتأمين الصحي باعتباره أساس المجتمع. فجاءت مبادرة الرئيس بالقضاء على قوام الانتظار للتدخلات الجراحية في التخصصات الملحة والحرجة، والتي وصلت إلى إجراء عشرات الآلاف من التدخلات الجراحية النادرة لتكون بمثابة البنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تم حصار فيروسي من خلال مبادرة الرئيس بالقضاء على فيروسي كأكبر عملية مسح طبي في التاريخ، والتي وصلت إلى ما يقرب من 70 مليون مواطن وعلاج 2.6 مليون مواطن من فيروسي بالمجان، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية وتقديم العلاج لما يقرب من 1.5 مليون مواطن، إضافة إلى مبادرة أخرى لا تقل أهمية مثل الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وصحة المرأة والتي وصلت إلى فحص 16 مليون سيدة، ومبادرات ضعف وعلاج السمع وصحة المرأة والجنين والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس لتشمل ما يقرب من 12 مليون طالب وعلاج الآلاف من خلال 225 عيادة للتأمين الصحي بالمجان. كما أطلقت مبادرة حياة كريمة لمكافحة الضعف وفقدان البصر، وتم إجراء الفحوصات الطبية لما يقرب من 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ومليون مواطن بتمويل من صندوق تحيا مصر بتكلفة تقدر بمليار جنيه. كما تم الإعلان عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى ببورسعيد والإسماعيلية وأسوان والأقصر وجنوب سيناء والسويس، فكانت البداية في بورسعيد والتي معها انتهت معاناة المواطنين في إيجاد خدمة علاجية تلبي طموحاتهم. كما نجحت الدولة المصرية من خلال العمل المؤسسي في مواجهة جائحة كورونا وحماية المواطنين من فيروس غير واضح المعالم بتوفير العلاج اللازم وفقا للمعايير العالمية من خلال مستشفيات العزل التي خصصتها الدولة المصرية والقوافل العلاجية بمحافظة مصر كافة. وخاضت مصر تجربة ناجحة في مواجهة المرض من خلال توفير اللقاحات بالمراكز الطبية والتي وصلت إلى أكثر من 40 مركزا طبي بالمحافظة كافة. فالمنظومة الطبية تولي لها القيادة السياسية أهمية كبرى من خلال زيادة مخصصاتها إلى 275.6 مليار جنيه من أجل بناء المواطن المصري القادر على العطاء. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تمضي الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتجمعات العمرانية الجديدة من أجل القضاء على العشوائيات والابتعاد عن تكدس العاصمة وصولا إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم. التقرير التالي يرصد جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف. إلى ميادين العزة والكرامة خرجت الملايين في 30 يونيو عام 2013، طالبوا بكرامتهم الإنسانية، الحق الذي يتصدر حقوق الإنسان، وعملت على توفيره الحكومات المتتالية التي أعقبت الثورة من خلال توفير مسكن آدمي يليق بالمصريين وحضارة صنعوها خلال آلاف السنين. ثماني سنوات من البناء والإنشاءات منذ اندلعت ثورة 30 يونيو، شهدت مصر خلالها بمحافظاتها كافة طفرة إنشائية غير مسبوقة، إنجازات عملاقة شهدها قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف شريحة الشباب ومحدودي الدخل تم الانتهاء فيها من تنفيذ 414,000 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 51 مليار جنيه، 38% منها بالمحافظات. ويجري حاليا تنفيذ 194,000 وحدة أخرى بتكلفة تصل إلى 37 مليار جنيه. وفي مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ 41,000 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه. وفي مشروع جنة للإسكان الفاخر تم الانتهاء من تنفيذ 4,000 وحدة بتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه. وفي مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ 2,232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه. ثوار يونيو طلبوا بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي غابت عن الكثيرين منهم، ففي المناطق العشوائية أهدرت الكرامة وضاعت الحقوق. أنظار حكومات ثورة يونيو اتجهت إلى سكان المناطق العشوائية، وعلى عاتقها أخذت تطوير تلك المناطق والاهتمام بالمناطق غير المخططة، حيث تم تنفيذ 165,000 وحدة سكنية في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة وصلت إلى 41 مليار جنيه، كما يجري تطوير 59 منطقة أخرى بتكلفة 22 مليار جنيه. We'll be right back.
كانت ثورة يونيو ومطالبها وآمال وأحلام المصريين فيها بوابتهم إلى بناء جمهوريتهم الجديدة التي تستعيد أمجاد وحضارة ضاعت تحت براثن فساد عقود. تنفيذ مدن الجيل الرابع جاء لاستعادة وجه مصر الجميل، وفي مقدمة تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وغرب أسيوط وناصر وغرب قنا. وأولت الحكومات المتعاقبة اهتماما كبيرا بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين ومعالجة مياه الصرف الصحي. ففي مجال مياه الشرب تم تنفيذ 295 مشروعا بتكلفة تصل إلى 38 مليار جنيه، وفي مجال الصرف الصحي جرى تنفيذ 194 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه. طفرة إنشائية تشهدها مصر يشيد بها القاصي والدان، تؤكد أن مصر تستعيد شيئا فشيئا شكلها الحضاري الذي لطالما كان محط أنظار العالم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. وقد احتفل عدد من المصريين المقيمين بالخارج في عدة دول بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي خرج فيها المصريون للتصدي لمحاولات اختطاف الوطن. بعد مرور 8 سنوات المصريون في الخارج يحيون ذكرى ثورة 30 يونيو عبر الاحتفال في أشهر الميادين في عدد من العواصم الأوروبية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين على ما حققته القيادة السياسية طيلة هذه السنوات من إنجازات غير مسبوقة في كل الملفات وكافة الأصعدة. تلك الثورة التي خرج فيها المصريون ليتصدوا لمحاولات اختطاف الوطن، وكان المصريون بالخارج الدعم الأول لثورة 30 يونيو منذ اندلاعها، حيث استطاعوا أن ينقلوا للحكومات الأوروبية إرادة الشعب المصري في رحيل نظام جماعة الإخوان الإرهابية. هذا وقد توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بخالص التهنئة للجاليات المصرية في الخارج بمناسبة حلول الذكرى 8 لثورة 30 يونيو المجيدة، مشددة على أن تلك الثورة تمثل عنوانا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطني الواحد. المصريون في الخارج أكدوا على أنهم يبذلون قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالي وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه. ها هو التاريخ يؤكد صواب رؤية واختيار المصريين بما تحققه القيادة السياسية من إنجازات ونجاحات ما كان لها أن تتحقق لولا هذه الثورة المجيدة. وفي الذكرى 8 لثورة 30 يونيو المجيدة، تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية وللمصريين في الداخل والخارج. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. لعبت المرأة المصرية دورا أساسيا ومهما في نجاح ثورة 30 يونيو حين استشعرت خطورة استمرار الجماعة الإرهابية في حكم مصر، فما كان منها إلا أن هبت دفاعا عن الوطن وكانت السند والداعمة لنجاح الثورة. هي الثورة، والثورة هي المرأة المصرية. على وطنها خافت وعلى أبنائها ارتعدت، فبثورتها قامت، فكانت في مقدمة الصفوف في 30 يونيو عام 2013. المرأة اتخذت من كافة الميادين منصات ثورية وساحة لنضالها ضد طيار ظلامي أعمى، عبرت عن وطنيتها الصادقة في جرأة تحسد عليها. ولما لا، فقد كان مصير أسود ينتظر كل من تنبس ببنات شفا جراء هذا الطيار الرجعي المرتدي لعباءة الإسلام زورا وبهتانا، فالمصير إما سجن وسحل أو تحرش وصفعة. عام مر على نساء مصر ورجالها وشبابها كعتمة ليلة
ولكن المرأة المصرية تحديدا عاشت بين معاناة العنصرية البغيضة من تلك الجماعة الإرهابية وبين الخشية على ضياع هوية وطن لطالما عرف بالتسامح والوسطية، وتحول في لحظة غامضة إلى ساحة للدماء والفرقة والتطرف البغيض. مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي. طريقة تكوينها كانت أدوات ثورتها، لم تعدم حيلة في التعبير عن رفضها للفاشية الدينية واتخاذ الدين ستارا لحكم دولة لطالما عاشت في نسيج واحد. فطارة كانت الأهازيج. عايزين نقعد على الطبلية، عايزين نقعد على الطبلية. رمضان جايب له مهنية، رمضان جايب له مهنية. ولا إخواني ولا خلفية. وطارة أخرى مكبرة الصوت بالشعارات السياسية الواعية الواضحة في مطالبها والمؤثرة في قوتها. المرأة الريفية بعفويتها وبساطتها تقدمت صفوف ثورة 30 يونيو، حشدت الرجال والأبناء وحملت الأطفال الرضع ليشهدوا صناعة التاريخ لتضرب مثلا رائعا في الوعي الوطني. اللي جايين بالدبارة طبيعي هبل. وكان الشعر أحد وسائلها، اتخذت منه صوتا لجلد جلود سميكة طاجرت بالدين، فكانت أشعارها وسيلة ناجعة في الكفاح وزلزلة الطيار الظلامي الفاشي. بتضعفوا دينا وشوهتوه، وعلى مقاسكم رحتوا فصلتوه. الانتقام مش بس من المظلوم، ده ربنا ليه انتقام هتشوفوه. لسه الناس واقفة ومش فاهمة ان كلمة مصر بالنسبة لهم كارت، وربنا بالنسبة لهم ودينه كرت، كل شيء عندهم كرت، والناس لسه مش فاهمة. بجد الناس دي ربنا طامس على قلوبها فعلا، يا إما هم ما عندهمش لا عقول ولا قلوب، دي ناس كاوتش مفيش حل تاني. وعلى فكرة الدموع دي مش معناها ضعف، الدموع دي ونازلين الميادين، الدموع دي واقفين لآخر نفس، واحنا أكتر من رصاصهم وكلابهم أو حراسهم، هم اللي طاطوا رأسهم والمجد للشهيد. بقلب الأمومة استشعرت المرأة المصرية أن اللحظة والمشهد يحملان لمصر منقذا قادرا على تحمل المسؤولية، فكانت أول من نادت عليه وبالاسم. لا تكفي سطورا ولا مجلدات لسرد بطولة المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو وما بعدها، ولكن يمكن أن نصف المرأة المصرية بأيقونة الثورة عظيمة مصر.
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المصريين للإسراع في تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وتخطو الدولة خطوات جادة وباهتمام من القيادة السياسية لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع المصريين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أحد مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأرض المعارض بمدينة نصر مراسل أخبار مصر محمد حلمي. حلمي، ضعنا في المشهد، لديك في هذا المركز. بالفعل تحياتي لك أشرف للسادة مشاهدي التلفزيون المصري، ولكن قبل أن أتحدث عن مركز التطعيمات بمدينة نصر دعني أهني الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة يونيو. هذه الثورة التي شهدت طفرة نوعية في العديد من المجالات ومنها المجال الصحي. المجال الصحي شهد هناك زخم من الأرقام التي لا يمكن أن يتخيلها المواطن المصري أن يلمسها على أرض الواقع من هذه الأرقام المبادرات الرئاسية بالقضاء على قوائم الانتظار، والتي وصلت إلى أكثر من مليون تدخل جراحي في 11 تخصص تكلفت مليارات الدولارات. وهذه الخدمة كانت تقدم بالمجان للمواطن المصري. كذلك مبادرات رئاسية، مبادرات 100 مليون صحة، ومنها مبادرات القضاء على فيروس سي، والتي سوف يتم الإعلان عن القضاء على فيروس سي وخلو مصر من فيروس سي بحلول عام 2023. تم مسح أكبر مسح في تاريخ البشرية، أكثر من 70 مليون مواطن، تم علاج 2.6 مليون مواطن من هذا الفيروس الذي أودى بحياة العديد من المواطنين، معظمهم كان من الشباب. كذلك مبادرة صحة المرأة وصل إلى 16 مليون سيدة، تم علاج 900 ألف سيدة. كذلك تطعيم ضد فيروس كورونا وهذه الجائحة التي كانت تجربة ناجحة في مواجهتها من خلال الدولة المصرية، حيث تم حتى الآن تطعيم ما يقرب من 5 مليون مواطن وصل لمصر من كافة التطعيمات سواء من أسترازينيكا أو سينيفار إلى 5 مليون و200 جرعة من اللقاح كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة هذا الفيروس غير واضح المعالم. كذلك أشرف، تم توفير العديد من المراكز الطبية التي وصلت إلى 429 مركز طبي بمحافظات مصر كافة، وكذلك هناك قوافل متحركة لتوفير هذه التطعيمات لكبار السن في المنازل. أؤكد لك أن على كافة المستويات بعد هذه الثورة هناك طفرة نوعية في الخدمات الطبية. أحدثك الآن من هذا المركز الطبي، أكبر مركز طبي بمحافظات مصر كافة الذي يستوعب ما يقرب من 10,000 مواطن يوميا لتقديم التطعيمات له. مع الدكتورة عبير السعيد مدير المركز الطبي بأرض المعارض، كلميني عن الطفرة النوعية التي تم حدوثها في مواجهة فيروس كورونا من خلال المراكز الطبية ومنها مركز التطعيمات بأرض المعارض بمدينة نصر. أولا أحب أهني الشعب المصري بثورة 30 يونيو، كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا طبعا بناء على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي وزيرة الصحة بإنشاء مراكز تلقي لقاح ضد فيروس كورونا، زي ما حضرتك ذكرت أكثر من 400 مركز موجودين على مستوى الجمهورية. إحنا هنا مركزنا مركز أرض المعارض في 96 عيادة، هو أكبر مركز في مصر بل في الشرق الأوسط. بنستقبل يوميا نقدر نستقبل حوالي 10,000 مواطن. طبعا بداية المنظومة بتبدأ من المواطن اللي بيسجل على منظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة للحصول على اللقاح، بتجيله الرسالة، بيتم توجيهه إلى المركز، بيجي بنستقبله في ساحة الانتظار اللي بتقدر تستوعب 500 مواطن. ال 500 دول بيبقى فيه شاشة إلكترونية ونظام مميكن، بياخدوا أرقام، بيدخلوا بالدور، في عندنا علاقات عامة، في بيدخلوهم لكل عيادة مخصصة لكل مواطن، في تباعد اجتماعي، في إجراءات احترازية، في ماسكات، كل الجميع متوفر. الإجراءات الاحترازية موجودة، بيدخلوا طبعا في سلاسة، في نظام، بيحصلوا على اللقاح في حوالي 5 دقائق، بيتلقوا الخدمة وبيخرجوا، بياخدوا موعد للجرعة الثانية. احنا هنا بندي الجرعة الأولى والجرعة الثانية، اللقاحات متوفرة، في مخصصين أماكن لتلقي الجرعة الأولى وأماكن تانية لتلقي اللقاح الجرعة الثانية.
بنستقبل المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، وبيبقوا بيحصلوا برضو على اللقاحات، كلهم بيتعاملوا نفس المعاملة. عندنا طبعا متوفر الحمد لله، يعني اللقاح موجود عندنا، الإجراءات كلها بيتم الالتزام بيها. بنشتغل 12 ساعة 6 أيام في الأسبوع من يوم السبت ليوم الخميس. يعني الحقيقة احنا ما يعني الحمد لله مبسوطين جدا وسعداء بإقبال المواطنين الشديد على ودرجة الوعي اللي موجودة لدى المواطنين بسرعة التسجيل، ويعني إقبالهم على ان هم يحصلوا على اللقاح. وطبعا كما اعلن فخامة الرئيس الجمهورية اليوم ان بالامس تم انتاج اول 300 الف جرعة من لقاح ساينوفاك صناعة مصرية، فاكسيرا ساينوفاك ميد ان ايجيبت. فدي حاجة احنا نفتخر بيها طبعا ان في مصر تم انتاج اللقاحات، وفي انتاج ان شاء الله في الفترة المقبلة يعني تغطية اكبر عدد ممكن من الشعب المصري وحصوله على اللقاح. إذن أشرف، هذا ما يحدث على أرض الواقع المواطن المصري. يبقى أن أذكر لك المشروع القومي الكبير الذي أصبح على أرض الواقع في مرحلته الأولى، قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي تم تطبيقه في 6 محافظات، محافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. أؤكد لك أن هناك تدخلات جراحية تحدث الآن في بورسعيد تصل لأكثر من 600 ألف جنيه مقابل 300 جنيه يتم تقديمها من قبل المواطن. هذه الجراحات لم يكن يعلم عنها او يعرفها المواطن المصري في بورسعيد او غيره من محافظات التي تم تطبيقها بمنظومة التأمين الصحي. لنؤكد ان هناك لا يوجد سقف من الطموحات التي تحدث على ارض الواقع من خدمات علاجية وتشخيصية للمواطن المصري. معك أشرف. شكرا جزيلا لك محمد حلمي، مراسل اخبار مصر لمركز التطعيم باللقاحات بارض المعارض بمدينة نصر. لأنه لا تقطع يد الهدم والتدمير إلا بيد البناء والتعمير، تمضي مصر في حربين بالتوازي على أرض الفيروز سيناء، تلك البقعة الغالية التي قدر لها أن تكون مطمعا للغزاة على مر التاريخ، وقدر أيضا أن يكون لها شعب يقف لهم بالمرصاد مهما بلغت التضحيات. فبينما تحمل يد السلاح، تقود الأخرى معركة البناء والتنمية من خلال مشروع قومي للتنمية الشاملة، نرصده في التقرير التالي. ثورة 30 من يونيو كانت لسيناء بوابة فتحت لها لتتدفق أوجه التنمية بمناحي الحياة كافة إلى ربوع سيناء التي عانت عقودا من التهميش، حرمت فيها من المد العمراني والتطوير للبنية التحتية ووسائل الاتصال الحديثة مع أبنائها، ما ساهم في عدم استقرارها في لحظات ضعف سبقت ثورة يونيو باستهدافها من قبل جماعات إرهابية متطرفة حاولت عبثا تحويلها إلى مرتع للبؤر الإجرامية. إلا أن الدولة المصرية بقوتها بعد 30 من يونيو أفشلت كل هذه المساعي الضالة، ونجحت في تطهير سيناء بضربات أمنية استباقية تعاونت فيها قوات الجيش والشرطة، وبذلت التضحيات بعمليات شاملة كبحت قوى التطرف وأرست الأمن والأمان لأبناء سيناء وأعادت الاستقرار إلى هذا الجزء الغالي من أرض الوطن. دولة 30 من يونيو أنجزت مشروع أنفاق قناة السويس الذي غير الخريطة التجارية لسيناء واختصر وقت العبور بينها وبين المحافظات الأخرى، وأنشئ ميناء بحري عالمي يخدم حركة التجارة. وشهدت منطقة وسط سيناء مشروعا تنمويا أتاح للأهالي تملك 10 أفدنة ومنزل بدوي متكامل، بالإضافة إلى مشروعات التوسع العمراني الذي كان من ضمنها إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة.
فضلا عن محطات التحلية العملاقة التي استفادت منها مدن العريش ورفح والشيخ زويد. بحيرة البردويل شهدت كذلك الاهتمام، وطالتها يد التطوير بعد 30 من يونيو لتنتعش ويزيد إنتاجها من الثروة السمكية، وأنشئت المزارع السمكية التي ساهمت في وفرة الإنتاج وبالتالي انخفضت الأسعار. وعلى صعيد بناء الإنسان أنشئت جامعات أسست بها كليات غير تقليدية تخدم المجتمع المحلي السيناوي بتخصصات تناسب طبيعة سيناء ومقوماتها سياحيا وزراعيا وصناعيا وتجاريا واستثماريا. وكما شهدت أرض سيناء أعظم انتصار عسكري في حرب أكتوبر عام 1973، تتواصل الانتصارات بالعديد من الإنجازات التي تشهدها سيناء كل يوم منذ 30 من يونيو ولا تزال. إيمان التوني، التلفزيون المصري. وكانت ثورة 30 من يونيو بمثابة إشارة البدء لانطلاقة جديدة ذهبت بمصر إلى آفاق أرحب من التنمية، حيث شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة تنموية هائلة شملت ربوع الجمهورية. مناخ الأمن والاستقرار الذي كان نتاج جهود أمنية لرجال الشرطة على مدار أعوام هو الذي قاد إلى تفرغ الدولة بكافة أجهزتها لبناء نهضتها في كافة المجالات خلف قيادتها الواعية. وقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، فما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة. بدأت النهضة بحلم شق قناة السويس الجديدة الذي أضحى حقيقة وفتحت شريانا جديدا ومتنفسا مهما للتجارة العالمية. انطلق المصريون يدشنون مشروعات قومية امتدت إلى كل شبر من أرض الوطن ليؤكدوا على قدرتهم على تحويل أحلام البناء والتنمية إلى حقيقة. هذه النهضة وتلك التنمية التي يشاهدها العالم واكبتها وزارة الداخلية من خلال تطوير إمكانياتها اللوجستية والتقنية والبشرية للحفاظ على الإنجازات واستمرار مسيرة التطوير. فانطلقت يد التحديث لتطال كافة مجالات العمل الأمني، إنشاءات جديدة وتكنولوجيات حديثة. لتشهد قطاعات وزارة الداخلية نهضة حضارية في منشآتها يقابلها تطوير في الأداء الأمني بما يتيح خدمات أمنية جماهيرية تقدم للمواطنين بصورة حضارية تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مجتمع جديد. وسعت الوزارة في تطبيق التقنيات الحديثة من خلال إتاحة خدماتها إلكترونيا اتساقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. بجانب هذه الجهود والنجاحات الأمنية في كافة المجالات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره والتصدي لكافة أشكال الجريمة بهدف حماية الشباب مستقبل الوطن وذخيرة تنميته. لم تتوانى وزارة الداخلية عن القيام بدورها الاجتماعي والإنساني، فساهمت في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد.
ولا شك أن إنجاز هذه المشروعات العملاقة ومواكبة وزارة الداخلية لهذا التطور إنما يعزز الأمل في غد أفضل يضمن حياة كريمة لكل مواطن. نهاية الخامسة مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم عناوينها. بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، الرئيس السيسي يجدد العهد على الاستمرار في العمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمصريين. الرئيس يتفقد المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.